السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة جبال البابور الواقعة بين خراطة وولاية سطيف. إذن ورانا في الطريق نتاع خراطة سطيف باتجاه سطيف، ونلاحظ نشوف هنا الطريق السريع هذا اللي يعني يشق في وسط الجبال والتضاريس الوعرة جدا نتاع المنطقة هذه نتاع الجبلية. إذن ونلاحظ أنه هذا الطريق السريع اللي بعض البلدان يسموه طريق سيار، إحنا لا نحتسبه طريقا سيارا بل طريقا سريعا، وطرقات سريعة من هذا النوع موجود في الجزائر في كل ولايات الوطن حوالي 40 إلى 60 ألف كيلومتر، منتشرة في كل ولايات الوطن ولا نحسبها طرق سيارة. نواصل هذا الطريق إذن باتجاه مدينة سطيف. أترككم تتابعون الفيديو هذا حول هذا المنطقة الرائعة الجميلة جدا بين جبال البابور باتجاه مدينة سطيف. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم.